توتم بري اقتربي ايتها الخيول. تريدين التوت البري؟ التوت لي انا. انت تستحقين البتارة. سمعت أكثر من مرة أنك تستمتع بإزعاج الخيول، لكن للمرة الأولى أقبض عليك بنفسي وستكون الأخيرة. أوف، ما أدين لك به من مال وغادر مزرعتي. لكن أمي، لقد أخطأ في قصف الحجارة علينا. أجل أخطأ، لكنه يملك الحق في ذلك. لست أفهم، هذا الكلام ليس منطقيا. صحيح، ولن يكون كذلك إطلاقا. هذا هو عالم البشر وليس عالم الخيل. ارفع رأسك عاليا بفخر واعتزاز، واحرص على ان يكون رقيقا عذبا. ارفع رأسك عاليا حين تمشي على امل ان تحظى بسيد يدللك. لكن سيدنا طيب جدا، انه يقدم الي الجزر عند البوابة ويبتسم حين يمتطي لي. يا صغيري، سنغادر المرج عما قبل. لا اريد مغادرة المرج والابتعاد عنك. أنت مجبر على ذلك. سمعت السيدة يتكلم مع الفارس جوردن. أعجب بك الفارس كثيرا، وقد تم الاتفاق بينهما ودفع له المال. إلى أين سأذهب؟ ماذا أفعل؟ لست أدري، لكن لا تنسى كلام والدك. تذكره حيثما ذهب. أحسن صنعا ولا تخف من شيء، وذات يوم ترى نتيجة أفعالك. اهدأ يا صغيري. لكنه أتى كي يأخذني. أعرف ذلك، ويا له من يوم تعس على أم مثلي. لكنني فخورة أيضا أنك كبرت وحان وقت الرحيل، وسترحل ورأسك مرفوع كرأس الأبطال. حسنا دوشز يا عزيزتي، لا حاجة إلى أن أشرح لك، فأنا واكد أنك تعرفين ما الذي يجري هنا. اطمئني ولا تقلقي أبدا، فالفارس رجل طيب ويحب الخيل، وقد اختار صغيرك الأسود وسوف يعتني به جيدا. تعال أيها الأسود، لديك الكثير لتتعلمه. كان ذلك اليوم آخر يوم أقضيه في المرج، وآخر مرة أرى فيه. كان سيدي محقا، كان امامي اشياء جديدة اتعلمها، فلم يسبق لي ان رأيت اناسا بهذه الاعداد، ولا سمعت ضجيجا، ولم يسبق لي ان شعرت بالخوف والاحتكاك. اعرف يا صديقي انه ينتابك التوتر والخوف، لا الومك على ذلك، فانا مثلك. اكره الصخب ورائحة الاليات، فم رقيق وناعم سيعتاد على اللجان بسهولة، قوائم قوية وظهر متين، وتبدو غاية في الرقة واللطف. أوليس هذا الحصان من لحم ودم؟ من لحم ودم، لكنه عنيد، إنه يتمادى في عناده، وهذا أمر يغضبني كثيرا. وهل تعتقد أن قصوتك عليه ستجدي نفعا؟ وما شأنه هو لينظر إلى مهرك الأسود هذا؟
من المفترض به أن يسير إلى الأمام. سيد السوير اسمح لي أن أقول إنني تعلمت كثيرا لمشاهدتك تقصو على هذا المهر الصغير المسكين. أرجوك انزع لجامه وأطلق له العنان، وأؤكد لك أنه سينطلق بسرعة البرق. لست أنا من اختار أن يضع له اللجام، بل هي سيدتي التي ترى في وضعه أناقة وشموخا لجميع خيولها، وأنصحك بالاهتمام بخيلك وبعدم التدخل بشؤوني. تذكر يا سيد سوير أننا في يوم من الأيام سنحاكم على أفعالنا، سواء أكانت تجاه البشر أم تجاه الحيوان. وتذكر جيدا أنك تتقاضى أجرا لقاء خدماتك لسيدك وسيدتك. هيا هيا. بدا الرجل حزينا لما نزل بالجواد من ضرب مبرح، ولعل سيد الجديد ما كان يرغب بأن يطوقني باللجام. لعله كان، يا إلهي، حبذا لو كنت الآن طليقا حرا مع باقي الخيول على مقربة من المستنقع. تستغرب حذائك الجديد أليس كذلك؟ تأكد يا صغيري، بعد مسافة من السير سوف تعتاد عليه ولن تشعر بالألم بعد الآن. هذا هو عالم البشر وليس عالم الخيول. إذا أدركت أنني مضطر لبذل جهدي لإرضاء هؤلاء الناس، ولمجرد التفكير بذلك المهر المسكين أطلقت العنان لنفسي للابتعاد عن البشر. جون، أين وجدته؟ حصان من الدرجة الأولى سيدي، إنه رقيق كالغزال وهادئ الطباع أيضا، بلمسة نائمة يمضي بهدوء، وهو شديد الانضباط، حتى أصوات العيارات النارية لا تحرك فيه ساكنا، فقد تلقى أحسن الدروس. رائع جون، عزيزتي، ما رأيك به؟ إنه مخلوق رائع الجمال عزيزي. ماذا نسميه؟ أبانوس، لونه أسود كخشب أبانوس. لا، اسمه أبانوس لا يليق به. إذا نسميه بلاك بيرد، سيمنى باسم جواد عمك. لا، إنه أجمل من ذلك الجواد العجوز بكثير. ما رأيكم ببيوتي؟ بيوتي؟ أحسن. ما رأيك بأن نسميه بلاك بيوتي؟ بلاك بيوتي، اسم جميل. أنا هنا، اسمي ماريلين، من تكون أنت؟ أسمان السيد والسيدة بلاك بيوتي. بلاك بيوتي، الاسم يليق بك، ألا تظن ذلك؟ لا أعرف، بصراحة لم أفكر في ذلك. يجب أن تفعل، فالأسماء مهمة جدا. أنا أدعى ميري ليك لأنني أنقل الأطفال في نزهات مسلية، كما أنني وسيمة جدا على ما أعتقد، لكن قوائمي قصيرة جدا، لذا أطلق علي اسم ميري ليك. أجل، وبدا الاسم لائقا بي. هل ستعيش هنا؟ أجل، أعتقد ذلك. إذا أنت الذي كان السبب في نقل من الصبلي، ولا أفهم لما يكون مهر مثلك سببا في طرد فرس أصيلة مثلي من إصطبلها. أرجو المعذرة، لم أكن سببا في طرد أحد، فالرجل الذي أحضرني إلى هنا وضعني في هذا الإصطبل ولا دخل لي بشيء على الإطلاق. أما بالنسبة إلى قضية المهر، فاليوم بلغت سن الرابعة وأصبحت حصانا ناضجا، ومع ذلك لم يسبق لي أن تشاجرت مع حصان أو مع فرس، وأتمنى أن أعيش بسلام. سوف نرى. واسمع أيها الحصان الناضج، أنا أتمنى عدم التحدث معك. هذه طبيعة جينجر، إنها شرسة الطباع وتحب الشجار، لهذا أطلق عليها اسم جينجر، وهي السبب الرئيسي لسعادتي باللقاء بك. جينجر،
اسم فلفل يناسبها أكثر. مهما يكن، عيد سعيد لك بيوتي. شكرا لك، لكنه ليس سعيدا جدا. حقا؟ عدا أنني جميلة، عمري 12 عاما وأنا واسعة الخبرة، لذا أؤكد لك أن هذا المكان من أروع البقاع على وجه الأرض. أعرف مكانا رائعا وسط مرج فسيح في مكان بعيد. ولا تخف من شيء، ذات يوم ترى نتيجة أفعالك. تحلم بالأيام الحلوة، أليس كذلك أيها الناضج؟ ألا تحسنين الملاطفة؟ الملاطفة؟ لم يلاطفني أحد من قبل، حصانا كان أم بشرا، ولم أهتم بإرضاء أحد من قبل أيضا. ربما إن حاولت. لم يسبق أن سنحت لي فرصة للمحاولة. منذ البداية انتقلت من سيد إلى سيد، لم يطلب مني سوى شيء واحد، استنفاذ كل قوة لدي وتحويلي إلى فرس وضيعة ومطيعة، فرس من دون مشاعر. هذا إن لم يبطل سيدي كاهلي بالركض لمسافات طويلة، يطوق عنقي بلجام مروع. هذه أمور لم تشعر بها بعد، لكنك يوما ما ستواجهها. رأسك مسدود إلى الأعلى وتجد نفسك مضطرا لرفعه عاليا لساعات طويلة إلى أن تعجز أخيرا عن تحريكه، فتبدو كالأحمق الخائر القوى. العنف، هذا كل ما أعرفه عن البشر. يبدو الوضع مختلفا هنا، عما تقولين؟ بالتأكيد، لكن إلى متى؟ لا أعتقدك تظن أنك ستمضي بقية حياتك مرتاحا تحت ظل شجرة هنا. فالحصان يلازم سيده إلى أن يفوز له بجائزة قيمة، أو إلى أن يصاب بالجروح أو الكسور، ثم ينتقل من سيد إلى آخر إلى أن يبلغ نهايته في عالم البشر المروع هذا. فكر بنفسك واحرص على ألا تصاب بالأذى، ولا تنسى أن البشر هم أعداؤك وأن عليك حماية نفسك منهم. أنا فعلت ذلك. إنني أشفق عليك. لا تشفق علي، بل خذ حذرك وحسب. ليتني أستطيع رؤية الأمور كما تراها أنت، لكنني أعجز عن ذلك نظرا للمصاعب التي واجهتها. سيدي، من الأفضل أن نجد دربا آخر، يجب أن نبلغ النهر ونجتازه قبل أن يفيض في المياه. ما الذي أصابه جون؟ لما يركض زيادة الجسم؟ لعل العاصفة أشغلته سيدي، سأرغمه على السير. هيا تقدم يا بيوتي. أنتما هنا، توقفا. ما الأمر أيها الرجل الطيب؟ تحطم الجسم من وسطه، انتبها انتبها. الحمد لله. كافئ بلاك بيوتي بكمية كبيرة من الحبوب، لقد أنقذ حياتنا اليوم. سأحجز لنا غرفة في الفندق. اعتني جيدا بهذا الجواد لأنه حصان مميز عندي وعند سيده. وأطفئ هذا الغليون، فقد يتسبب في إشعال حريق داخل الإسطبل. أجل فليكن. تصبح على خير. أطفئ هذا الغليون، فقد يتسبب في إشعال حريق داخل الإسطبل. الوقح، أنا أدير هذا الإسطبل قبل أن ترى النور أيها الأحمق اللئيم المغرور. Oh, 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 oh.
تماما. ابقوا ان شئتم البقاء هناك، فهذا الامر لا يهمني على الاطلاق. لا شك في اننا تكرفنا كالأولياء، لكننا لم نكن نثق باحد. فكرت في انطلقت في الغنجر ذلك اليوم. لا تنسى ان البكر هم اعداؤه. ويلك إن أصابت بك أي مكروه أيها الرجل الأحمر. هيا يا بيوتي لنخرج من هنا بسرعة. هيا بسرعة. أتني بالجواد جيدا، سأعود لإيقاظ الآخرين. هيا بسرعة. اهدأ أيها الطاقم، وفي أنك ترغب بالعودة إلى داخل النيران للمساعدة. للأسف إن في داخل القبور ألحق الله في النيران. هل ظننت أنك فقدتني يا بيوتي؟ ومع الأسف معظم الخيول نفقت وسط النيران مشتعلة، لكنني أعتبر نفسي أنقذت أفضل الخيول. سمعت أن الخيول رفضت مغادرة الإسطبل على الرغم من النار واللهيب من حولها. إنه أمر غريب يا سيدي، فالخيول لا تثق بأي مكان، فلا تخرج من الإسطبل في حال حدوث حريق أو فيضان إلا إذا كانت تثق بك. سأعرف السبب لكنها طبيعته. إذن يبدو أن بلاك بيوتي يثق بك كثيرا. وأنا أثق به. جو جرين هذا غلام رائع، بالرغم من أنه في 14 من عمره. لهذا السبب يرق لك إلى هذا الحد؟ لأنه قصير مثلك؟ بل لأنه نشيط ومستعد للاعتناء بنا. إنه طيب القلب أيضا، وطيبة التي ترفضين الاعتراف بوجودها لدى البشر. ألم يعاملك بخشونة بعد؟ إنه يسوس الخيل وكأن يديه مصنوعتان من الحجارة. أشعر بذلك حين أنحني قليلا وهو يسوسني، فعاجلا ما يجد الأمكنة المناسبة لفتها. إن أنا انحنيت ولو قليلا فإنه لن يجد سوى الهواء كي يفركه. لن يتقن العمل بنا قبل 6 أشهر على الأقل. مع ذلك هو يروح لي، إنه يحاول ويتألم كي يتعلم. بل يؤلم. أنا أيضا أحبه، إنه غلام وسيم. بالتأكيد هذا حال كل قصير قامة. جو انتبه للإسطبل واعتني بالخيول خلال غيابي. سلم هذا الخطاب لمورغان ودع بيوتي يرتاح وعد بأقصى سرعة ممكنة. انطلق يا جون وبأقصى سرعة، فالأمر يتعلق بإنقاذ حياة سيدتك، ليس لدينا وقت. حين أدركت أن إنقاذ حياتي سيدتي تتعلق بقدرتي على الدفاع، انطلقت بأقصى ما لطوائل القوة. ولا أظن أن جدي الذي فاز بتباع نيو ماركت كان ليسوقني سرعة. ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ السيدة جوردن مريضة جدا ويريدك سيدي أن تأتي على الفور. يعتقد أنها قد تموت إن لم تصل إليها، وأعطاني رسالة. أستطيع الانطلاق الآن، لكن ولدي أخذ حصاني. هل أستعمل حصانك؟ قطع هذا الجواد الطريقة الطويلة التي تفصلنا وبأسرع وقت، وسيفعلها لمرة أخرى إذا أرد. ولكن ما من جواد يستطيع قطع الطريق ذاتها دون أن يحتاج إلى الصوت، ولن يتوقف عن الرقص طالما هو قادر على ذلك. فاعتني به جيدا يا سيدي. الماء البارد كي تشرب بعد أن ترتاح قليلا. أعتقد أنك تحتاج.
إلى غطاء يدفئك. ليس جون موجود هنا ليهتم بك أيضا. بيوتي المسكين جوادي الطيب، انقذت حياة سيدتك. اجل انقذت حياتها. قال الطبيب ان بيوتي ركض بسرعة لم يسبق ان شهد لها مثيلا، وكأنه كان يعرف ان الخطر كان يهدد حياة سيدته. في الواقع انني لم ادرك حقيقة الوضع الخطير. كان هناك امر واحد عرفته بالفعل، وهو ان جون غرين الصغير كان محطم الفؤاد ويحتاج الى اكثر من دواء كي يزول المه. جون، انا لست غلاما شقيا، وادرك ان ما اصاب بيوتي كان بسببي انا، لكن صدقني بذلت كل جهد لدي لانقاذ بيوتي. اعرف تمام المعرفة انك غلام طيب وانك لم تقصد الاساءة، لكن هذا الجواد عزيز على قلبي، ولا داعي لان اذكرك بانه جواد سيدي وسيدتي المفضل، ولا يجب ان يموت هكذا. لم اكن اعرف، تصرفت بجهل. جهل تام، والجهل هو أسوأ ما في هذا العالم، وهو أشبه بالضعف، وقد يكون سببا أساسيا بإيقاع الأذى. أحرص على التأكد مما تفعله قبل أن تتصرف في المرة المقبلة يا جو. في المرة المقبلة؟ تقصد أن هناك مرة مقبلة؟ بالتأكيد، لأنني سأجعل منك أكبر سائس خيل على الأرض. ربما سيصبح جو غرين أكبر سائس على الأرض، وربما لن أكون إلى جانبه لمساعدته، فلكل واحد منا درب مختلف. عشت في هذا المكان الرائع لمدة 3 سنوات، لكن أحداثا محزنة فاجأتنا. فقد ساءت حالة سيدتي الصحية يوما بعد يوم، فاضطر سيدي لنقلها للعيش في المدينة كما أمر الطبيب. قدمت ماريليخ لتيجار بعد أن وعدني بعدم باعه لأحد، فأولاد تيجار يحبون هذا الجواد. أما جينجر وبلاك بيوتي فقد بعتهما للورد ويكشر. من فضلك أحرص على أن يصلا. جون وجو صغير، سوف نفتقدكما كثيرا. ونحن ايضا سيدي. الوداع بيوتي يا صديقي العزيز، كنت جارا رائعا. جينجر لم اصارحك يوما، لكنني احبك كثيرا. ولطالما احببتك بدوري انا ايضا ايتها القصيرة. الوداع ماريليخ، لا تحرم الاطفال من نزهاتك المسلية. سيدي اللورد، هذه خيولك الجديدة. حيوانات جميلة أيضا. سأعود إلى الداخل الآن، وسيتولى سائس روبن سميث رعايتهما. في البلاد كلها لم يكن هناك أروع من هذين الجوادين، وقد شعرت بحزن شديد لفراقهما. ولا بد لي من أن أذكر أننا لم نضع لهما لجاما قط، فبلاك لم يحتاج يوما إلى لجام، وكذلك الفرس الشقراء. الخيول هنا، يجب أن تلجم فور وصولها. بالنسبة إلى اللورد الأمر سهل، لكن للسيدة رأي آخر في الموضوع، ولديها أسلوبها الخاص أيضا، فهي تتباهى أمام أصدقائها بخيولها الموثوقة، ولابد من ربطها جيدا حين تريد السيدة أن تركب في عربتها. هذا الأمر يؤسفني جدا. جينجر، أحسني التصرف وفكري بي من وقت إلى آخر. عزيزي بيوتي، سوف أفتقدك كثيرا أكثر من الباقين، فليتني كنت ثريا كي أمتلكك أنا وحدي. وداعا. والآن حان الوقت للقاء السيدة، إنها تريد الخروج في عربتها. كم عروسة الخير عالية، فالنبلغ لا يروق للعين هكذا.
حذرتك لن أقبل بدوبك. اهدئي جنجر، سوف نعتاد عليه. أبدا، سيتابعون سد لسامنا إلى أن ينفصل رأسانا عن جسدينا. يا أمي اطلق الجوادي الاسود وحرر العربة. اقطع الحبل ان اضطررت لذلك. هل من خط من امي؟ يبدو ان حصانيك الجديدين شديدان قليلا بل كثيرا. سأصدر جوادين اخرين. وماذا نفعل بهذين؟ نستعمل الجواد الاسود للمساوير القصيرة، اما الفرس الصقراء تفعل بها ما تريد. الاثنان لا ينفعان في جمع عربتي. روبن، استعمل الأسود القاسي كما تريد، أما هذه الفرس العنيدة فسأمتطيها في رحلات الصيد. الأسود القاسي العنيدة؟ لم نخسر صديقنا العزيز جون فقط، بل فقدنا أسماءنا. ما الذي سنختره بعد؟ أعطاني العجوز الجواد الأسود كي أستعمله للمساوير القصيرة. أنا ذا أعد به، هذه بصحة السائق الجديد وهذه بصحة أصدقائي. أسرع أيها الحصان الأحمر. يلازم الحصان سيده إلى أن يفوز له بجائزة قيمة، أو إلى أن يصاب بالجروح أو الكسور، ثم ينتقل إلى سيد آخر فسيد غيره، إلى أن يبلغ أخيرا نهايته في عالم البشر المروع هذا. فكر بنفسك واحرص على ألا تصاب بالأذى. تصاب بالأذى. جيدا ايها العجوز المزعج، اياك ان تكرر ما حصل بسببك. طردت من عمل طردني اللورد لانني عملت حصانا بقسوة. انت دمرت حياتي، دمرت حياتي، فانصحك بان تأخذ حذرك من روبن سميث يا صديقي. فلا بد من ان نلتقي ذات يوم. ثلاثمائة قطعة ذهبت هدرا ودون فائدة. طردت روبن لأنه قفى على الأسود، ولن أستطيع طرد ابني لتسببه بالأذى للشقراء. امتطيت الفرس بكل بساطة أبي. امتطيتها بكل بساطة إلى أن خرق قواها وتقوص ظهرها، لنرى إن كانت ستستعيد عافيتها أم لا. أما الحصان الأسود فسوف أعرضه للبيع. لن أقبل بجواز كهذا في الإسطبل. نحن هكذا إذن عجوزان، ونحن ما زلنا في مقتبل العمر. أنت مع ثمل سكير وأنا مع مجنون. هذه هي النهاية؟ حبذا لو كانت كذلك، لكنها ليست سوى البداية. عاجلا ما سيأتون لأخذك بعيدا، وأنا سأخسر الصديق الوحيد الذي أملكه، وعلى الأرجح أننا لن نلتقي من جديد. عالم قاس عالم البشر. الوداع لك بيوتي. أصبحت جوازا عاملا معروضا بالإيجار، وحيث باستطاعة كل مستأجر أن يتصرف بي على مزاجه. كان جينجر على حق، فأنا أغرق في طريقي لبلوغ النهاية في عالم البشر الفظيع، لكنني الآن ما زلت في بداية الطريق. ذات مرة تم بيعي للسيد باري. ألفريد، أحرص على تزويده بأفضل العلف، فلقد نصحني طبيبي بامتطاء جواد نشيط كي أتمرن قليلا، وما أريده هو جواد قوي ومعافى. أفضل جواد يمكن أن يشترى بالمال. سيد سميث، لا أعرف الكثير عن الخيل، لكنني أعتقد أن أغلاها ثمنا هو أفضلها. هل فهمت علي؟ أفضلها؟ هذا أمر مضحك. كم أنت بحاجة إلى الأفضل أيها العجوز الأحمق. من جهة أخرى، ألفريد سميرك هو أشد حاجة إلى هذا المال.
أوه سيد باري، هل استمتعت برحلتك؟ بصراحة لا، لا أدري ما خطب هذا الجوادي، إنه يسير بتكاسل شديد وغالبا ما خشيت أن يتعثر خلال سيره. لا أعرف الكثير عن الجياد، لكن ألا تجده نحيلا جدا يا ألفريد؟ نحيلا؟ لا سيدي، كنت أشتري له أفضل أنواع العلف، ولكن للأسف أسعارها قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. حقا؟ إذن خذ هذا المبلغ من المال واشتري أفضل أنواع العلف. سيد باري، ما الذي أصاب هذا الجواد؟ رأيته يوم اشتريته ولا أرى اليوم سوى خيال حصان. يقول السائس ألفريد إن أسعار العلف الجيد قد ارتفعت كثيرا. أرجو المعذرة، لكن الرجل كاذب، ما زالت الأسعار على حالها، ولا أعتقد أن ما سبب هذا له هو ارتفاع أسعار العلف بل كمية العلف التي تقدم له. فهذا الحصان يعاني من نقص في الغذاء، كما وأن قوائمه ليست على ما يرام. ألفريد ناطق جديد. المكان الوحيد المناسب لك هو خلف القضبان. لقد سرقتني وكدت أن تسلب هذا الجواد حياته. سوف أدخلك السجن، وبعد ذلك سأستأجر حصانا آخر. كان يفترض بي أن أكون في عداد الجياد والأبطال، لكن ذلك كان ممكنا منذ زمن طويل. الآن بالكاد أستطيع الوقوف على قوائم. حسنا يا صديقي العجوز، سنعتاد على بعضنا البعض. مرحبا أيها الحاكم. مرحبا، هل كانت رحلة ممتعة؟ أعتقد ذلك. دولي، هاريد، دولي، تعالوا وتعرفوا إلى شريكنا الجديد، لطيف كقط صغير، هيا داعبي. حسنا، ماذا سنسميه أبي؟ لنفكر، ما رأيك باسم جاك تيمونا بجوادنا القديم؟ فكرة رائعة أبي. من جديد فقدت اسمي، لكنني أيضا تخلصت من اللجام الكريه وضربات الصوت. جيري باركر كان رجلا طيبا. هاي توقف هنا، تركت لك شلنا اضافيا، اعتبره بقشيشا لك، شرط ان تسرع قليلا. سانقلك بسرعة معتدلة ليس اكثر. اذا ساستقل عربة اخرى غير هذه. لا لا تاك، الشلن لا يكفي لهذا النوع من الاعمال، ان كان لابد من القيام بعمل ما فيجب عمله على اكمل وجه، والا لما كان من حاجة اليه. هاي جيري، قل لي ألا تعمل هذا اليوم؟ لا عمل هذا اليوم، لن أخسر يوم الأحد هذا اللقاء أي مبلغ من المال، إنه يوم راحتي ويوم راحتي كانت. من دون لجامي لم أدري ماذا أفعل، هل آكل الأعشاب أم أتمدد أرضا وأرتاح، أم أتدحرج على ظهري أم أعدو في المرج. فعلت كل هذا، كان من حسن صدقي أن ألتقي بجيري باركر، ومن حسن صدقي أنه التقاني. توقف جاك. مرحبا. نعم، هل وفقت من نقليات مربحة؟ ليس كثيرا، لو امتلكت حصانا كحصانك بدلا من هذا لكسبت أرباحا طائلة. أنفقت كل مالي كي أستأجر هذا الحصان العجوز، ولكن يا صديقي باركر لم أوفق أبدا. جينجر، هذه أنت؟ بلاك بيوتي، لست بخير. أنا بخير، وأنت؟ سرقت على نهايتك،
ولا أتمنى سوى الأمور كي أرتاح من العنف والضعف. قبلا كنت تدافعين عن نفسك وترفضين الخضوع. كان هذا فيما مضى وما عاد ذلك ينفع. البشر هم الأقوى وإن كانوا قساتا ودون مشاعر فلا حول ولا قوة لنا نحن الخيول. جاه الأمر سوى أن نحتمل. رأيت خيولا تنفق وأؤكد على أنها لم تشعر بالألم. هذا ما أقول. الوداع يا حياتي. أنت الصديق الوحيد الذي كان لي في حياتي. صباح الخير حضرة الحاكم. لما هذا الوجه الحزين؟ ألم تسمع بما حل بسام؟ لا ما به سام. توفي. مات في الساعة الرابعة من صباح اليوم وكانت آخر كلمات قالها حتى أيام الأحادي لم أكن أرتاح. إنها جينجر. بالرغم من الفراغ في داخلي تمنيت لو كانت الجينجر لكان ذلك الجواب. تمنيت ذلك حقا كي ترتاح وتنتهي متاعبها. وحاولت أن أتخيل ما كان ليحل بي لولا جيري. أريد ولا غدا ولا غدا. ماذا عنك يا جاد؟ أرجو المعذرة سيدي، تستطيع أن تدلني إلى مستشفى سانت تومار؟ أتيت إلى لندن من الريف ولا أعرف الطرقات هنا. الصغير المسكين هل يتألم كثيرا؟ أجل، إنه في الخامسة من عمره فقط، لكنه لا يقوى على السير وطلب الطبيب أن أنقله إلى المستشفى كي يتحسن حاله. أرجوك سيدي، هل المستشفى بعيدة من هنا؟ أبعد المستشفى 3 أميال تقريبا، ولا أعتقدك قادرة على حمل الطفل وسط هذه الزحمة. إنني قوية والحمد لله، ولو عرفت الطريق لتدبرت أمري في الوصول. اسمعي سيدتي، اصعدي إلى العربة وسأوصلكما إلى المستشفى سالمين. لا أستطيع ذلك، فلا أملك المال لدفع الأجرة. لكن اسمعي يا سيدتي، أنا أيضا لدي أولاد وسيكون من العار أن أترك امرأة مع طفلها وهو في حالة الخطر. اصعدي إلى العربة وسأقلك إلى هناك مجانا. شكرا سيدي، فأنت لطيف جدا. أيها السادة، العربة محجوزة للسيدة. باستطاعتها الانتظار، عملنا أشد أهمية منها. ليس من عمل أشد أهمية منها. سندفع لك دفع ما دفعت. من المستحيل أن تدفع حتى نصف ما دفعته هي. باركك الله سيدي. شكرا لك، بالتوفيق. باركر، هذا أنت جيري باركر؟ سيدة فولر، آمل أن أكون على ما يرام سيدتي. لا تكف زوجتي عن ذكرك والدعاء لك في صلواتها. هذا لطف شديد منها. وأنت جيري، هل أنت مرتاح في عملك في فصل الشتاء؟ علمت أن زوجتك تقلق عليك من شدة الزكام. نعم هذا صحيح، فالبرد ورئتاي لا يتفقان أبدا، لكن العمل لا يؤجل. مع الأسف أنت تخاطر بصحتك في هذا العمل. فكر بزوجتك وأطفالك، وإن فكرت في البحث عن عمل في المدينة باستطاعتك أن تعمل لدي، وسيكون من دواعي سرور خيولي أن تكون سائسها جيري باركر. سأذهب الآن، فكر في عرضي وبلغ تحياتي لزوجتك العزيزة. ساك، دعنا نتناسى أمر البرد. كل فاكر في العشاء الدافئ الذي أعدته لنا بولي. أن العرض الذي قدمته لي سيدة فولر عجبني، لا سيما في ليلة مرنة تلك هذه. لكنني إن قبلت به لن أتمكن من أمرك معي يا صديقي. كان ذلك اليوم أتعس يوم في حياتي. كان جيري باركر ألطف رجل عرفته منذ أبصرت النور.
أخطأت جينجر حين قالت إن البشر كلهم أعداؤنا الطبيعيون. كان جيري أفضل صديق عرفته. أين بول؟ هرجع دعنا الحال. بولي تعالي للعيش معي في المدينة، هناك لن تحتاجي إلى أي شيء، سوف أحرص على تأمين كل ما يلزمك. أرجو المعذرة سيدتي، واسمحي لي بأن أعرفك بنفسي، أنا نيكولاس سكينر تاجر خبز. سكينر، ألا ترى أن السيدة في حداد؟ أجل وأسف لوفاة السيد باركر، لكنني يا سيدتي أتيت لتقديم عرض عمل لك، وبعدما سمعت ما قالته السيدة فولر بدا لي أنني سأتمم عملي وأقدم لك خدمة في ذات الوقت، فهل تسمحين لي بذلك يا سيدتي العزيزة؟ دع السيدة وشأنها يا سكينر. سأفعل ذلك حضرة الحاكم. سيدة باركر، أرغب في شراء الحصان الأسود جاك، وسيكون لي خير مساعد في تسليم الطلبيات، وأيضا لأنك ستنتقلين للعيش في المدينة. أبيو جاك، زوج جيري كان يحب هذا الجواز، وأنا سأهتم به أحسن اهتمام. أعدك بشرفي أنني سأفعل هذا سيدتي. في المدينة لن تحتاج إلى جاك أبدا بولي، دع الرجل يستعمله في عمله وسوف يتفهم جيري الأمر، هو أيضا كان عاملا نشيطا. موافقة يا سيد سكينر، لكن أدني بأن تحسن معاملته وتعتني به أرجو. أعدك بذلك، اطمئني سيدتي. الوداع يا عزيزي جاك، سوف نفتقدك عزيزي. ابتعدا أيها الصغيران، أصبح الحصان ملكي الآن. تحرك أيها الكسول وإلا أرغمتك على ذلك. قلت لك تحرك، إن كان هذا أفضل ما لديك أنصحك بأن تبذل أكثر مما هو أفضل ما لديك. بعد أكثر من 5 أشهر من العمل الشاق تحولت من كسول إلى أكسل. ما الذي أعجبني فيك أيها الكسول ها؟ ما الذي جعلني أقتنيك منذ البداية؟ أريد هذا الحصان. حقا، ومن تراك تكون؟ أنا أدعى روبن سميث، وأعتقد أن جوادك يعرف تماما من أكون. ماذا تدفع لقاء هذا الحصان الأصيل سيد سميث؟ أقعدك بحصاني وهو فعلا حصان أصيل بالمقارنة مع حصانك. اتفقنا، وآمل أن يرضيك حصانك الجديد. سيرضيني، صدقني يا سيد سيرضيني كثيرا. أيها السائق، هل باستطاعة جوادك نقلنا؟ يبدو ضعيفا ومنهكا. إنه على خير ما يرام سيدي، وهو قوي بما فيه الكفاية. هيا، يستطيع جوادك أم لا؟ سيستطيع ذلك، سأحرص على أن يفعل. هيا تحرك أيها الكسول، كلفتني كثيرا وعليك تعويض ما دفعته ثمن اللعب. لقد وقع ولم ينهض ثانية. انظر إلى ذلك الأسود، بالكاد ينفع طعاما للكلاب. هذا إن رغبت به الكلاب. أي مسكين، كم معانا من العمل الشاق. انظر كيف يتحفف عاطفتنا تجاهه، ألا نستطيع شراءه؟ شكل النجمة على وجهه يشبه النجمة على وجه بلاك بيوتي، وشكله كشكل بلاك أيضا. أبي، أستطيع الحصول عليه؟ نجمة بيضاء على وجهه، قائمة بيضاء خلفية، وبقدر ما أنا متأكد من أنني حي أرزق، أؤكد أن هاتين البقعتين البيضاوين من الوبر ليستا سوى ما كان يسميهما جون بقعتي الجمال لدى بيوتي. لابد من أنه بيوتي. بيوتي، هل عرفتني؟ جون جرين، الغلام الصغير الذي كاد يقتلك. آه، لو أعلم بيوتي من كان الشقي الذي فعل بك هذا. نأخذه معنا؟ أجل، بالطبع أجل. ذات مرة كدت أن أقضي على حياة هذا الجواد، والآن باستطاعتي أن أعيده إلى العيش الهادئ. ماذا نسميه أبي؟ نسميه بلاك بيوتي، هذا هو اسمه. أسميتك جون تيمنا باسم رجل كان عزيزا على قلبي. يجب إعطاء الأسماء بدافع من الحب، وأنا أحب هذا الحصان كثيرا. بلاك بيوتي. بيوتي، هنا نعيش الآن، هنا ستعيش سعيدا ومحبوبا حتى نهاية عمرك.
أبي علمتني كيف أعتني ببلاك بيوتي. سأفعل يا جون. أتمنى أن أتعلم أبي. تذكر هذا دائما، أحسن صنيعا ولا تقلق من شيء آخر، وذات يوم ترى نتيجة أفعالك. هل هذا واضح؟ كان ذلك المرجو مرجي أنا. أخيرا عدت إلى دياري.